ما حكم مس تجريدة المصحف بدون طهارة؟ مس ايش؟ تجريدة المصحف، ايش؟ تجريدة المصحف. تجريده نعم. متصله به ولا لا، غراب؟ متصلة به. ايه، المصحف لا يجوز مسه الا بوضوء، سواء الورق او الكتابه او الجلد الذي يحفظ به المصحف اذا كان متصلا بالمصحف. اما الجلد الذي يدخل في المصحف فلا باس منه على انه يمس بلا طهر ولو كان المصحف في وسطه.